أصبحت مطالعة التقرير الجنائي التمهيدي لشركة ألفاريز أند مارسيل الموقع باسم النائب العام التمييزي غسان عويدات في عهدة النيابة العامة المالية، التي طلبت من النيابة العامة التمييزية النسخة الأصلية من التقرير باللغتين العربية والإنجليزية. وأكدت مصادر قضائية للجديد أن المباشرة في التحقيق ستبدأ فور استلام النسخة الأصلية في الساعات المقبلة، وأنه إذا دعت الحاجة لتواصل النيابة العامة المالية مع حاكمية المركزي الجديد فأكيد سيتم ذلك. وسيعقد حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصور مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة يعرض خلاله جردة عن الشهر الجاري. قالت مصادر رفيعة في المركز أن منصور سيعمل على رفع السرية المصرفية عن أي موظف أو هيئة رقابية يرد اسمه في التحقيق الجنائي، وسيتم الكشف عن السرية المصرفية بشأن كل ما يطلب في التحقيقات القضائية، وليس هناك أي محصنات حول تسليم بيانات الدخول على المصرف أو معلومات أو مستندات حول أي اسم ولو كان الحاكم السابق. وأكدت أن منصور سيلبي أي مطلب من كل الجهات القضائية التي ستتولى التحقيق فيما يخص مضمون تحقيق مطالعة عويدات وتقرير التدقيق الجنائي لشركة ألفاريز أند مارسيل، مشيرا إلى أنه ما في خط أحمر، هناك تعاون مطلق. وبحسب المعلومات أن منصور حتى اللحظة لم يتلقى أي طلب قضائي رسمي بما خص الملف المذكور، كما فتح منصور تدقيقا وتحقيقا داخليا في المركز لمعرفة ما إذا كانت الحاكمية المصرفية السابقة قد تعاونت بشكل كامل مع شركة ألفاريز أند مارسيل. وأضافت المصادر أنه في الساعات الماضية بدأ التحقيق داخل المصرف لمعرفة ما إذا سلمت الشركة كل البيانات التي طلبتها لتأمين تدقيق شفاف، علما أن المجلس المركزي كان قد أصدر سابقا عشرات القرارات التي أكد فيها على سليم تسليم شركة التدقيق كل ما تطلبه من معلومات ومستندات. وحتى اللحظة ليس هناك أي جواب حاسم حول هذا الموضوع. من جهة أخرى أفادت معلومات الجديد بأن النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر تنحى عن ملف التدقيق الجنائي رافضا تسلمه والتحقيق مع رياض سليمي لوجود خصومة بينهما. وبهذه الحالة ستؤول القضية إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حموش. ولفتت مصادر قضائية للجديد إلى أن هذه المطالعة ليست بمثابة ادعاء ولا تعني اتهاما لسليم، بل هي إحالة إلى الجهات المختصة للتحقق كل ضمن اختصاصه. واستندت النيابة العامة التمييزية على تقرير التدقيق الجنائي لشركة ألفاريز أند مارسيل، حيث اعتبرت أن الشركة لم تستلم كل البيانات التي طلبتها من المصرف المركزي. واعتبرت النيابة العامة التمييزية هذه الإحالة بمثابة طلب من الجهات المختصة بالقيام بمهامها وصولا إلى الحقيقة. زهراء فردون، قناة الجديد.